منا دلوقتي عبر الهاتف نجم منتخبنا الوطني الاول علي غزال. مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا سيما، منورنا اكيد في كلام في الميديا، والف مبروك طبعا رجوعك مره تانية لمنتخبنا الوطني الاول وتمثيله. اكيد تمثيل المنتخب ده شرف لاي لاعب مصري. الله يبارك فيكي وكل مبروك لكل الناس كلها ولينا صوت الحمد لله. طيب انا عايزه اسالك كده في البدايه، ايه الفرق بين اجاري وكوبر؟ هو الحقيقة ما حضرتش خالص كوبر عشان أقدر أتكلم عليه. لا انا بتكلم، انا بسالك من وجهه نظرك كده فنيا في الكوره، الفرق ايه؟ لا عادي والله، أنا ما يعني عشان ما أكذبش عليك، أنا مع المدير الفني ده أنا ما حضرتش الفترة اللي فاتت كلها، بعيدا عن كل اللي الناس يعني كانت بتتكلم فيه أو الناس شايفاه، يعني مش هقدر أتكلم بشكل منطقي يعني. انا جيت اتضميت في المعسكر ده ومع الفن الجديد وطيب وطيب. ألف طبعا مبروك لوجودك مرة تانية مع المنتخب. وعايز أسألك برضو، لغاية دلوقتي المنتخب الوطني الأول لم يواجه منتخب قوي، يعني قابلنا سوازيلاند وقابلنا النايجر، شايف أن مباراة تونس هتكون صعبة أو هي دي هتكون المقياس الحقيقي عشان نشوف بقى الدنيا ماشية إزاي مع منتخبنا الوطني؟ هو كل مباراة مقياس يعني، ما تونس لعبت النايجر وكسبت 1-0 بالعافية في ملعبها، وكسبت النايجر بره 1 بالعافية، حتى سوازيلاند كسبت 2-0، فهي كل مباراة مقياس، فمش شرط كل المباريات مهمة يعني كظاهر كالعام كاستاس. هو أكيد المنتخبات اللي لعبتها أضعف من تونس، إنما هي اختبار برضه، ممكن اختبار أضعف إنما هي اختبار حدد الاختبار، يعني يكون ناس كتيرة موجودة بشكل جديد في المنتخب ومدير فني جديد والحاجات دي كلها، فده يعتبر اختبار في توفيق طبعا إن هي يبقى الاختبار أضعف شوية، إنما كل الماتشات مهمة. صحيح. طيب علي، عايز اسالك برضو عن ملعب المباراه امبارح وعن الاجواء اللي كانت موجوده في سوازيلاند، كانت مريحه بالنسبه لكم؟ الأجواء عموما كانت كويسة، البلد الجو كان كويس، البلد كويسة، الملعب هو اللي كان شوية يعني مش كويس، إنما كل حاجة تانية كانت كويسة. دي حال ملاعب افريقيا عامه. طيب انت دلوقتي بتلعب لنادي فانكوفر الكندي، يمكن علي غزال غاب او غابت اخباره من ساعه ما كان في البرتغال، يعني عايزه اعرف انت وصلت لفانكوفر ازاي؟ أنا مش طبعا من البرتغال، رحت الصين بعد سنين، رحت انتقلت للإمارات اللي هو الدوري الأمريكي. أنا النادي بتاعي فانكوفر في كندا، بس احنا بنلعب في الدوري الأمريكي. وصلت هناك عن طريق المدرب، وكان عارفني من أيام لما كنت بلعب في ناشونال، كان عاوزني عنده بس تخصص، فلما مشيت من الصين كلمني ورحت على طول. انت تلعب دلوقتي في الدوري الامريكي الامالس؟ في الأمالس. صحيح. طيب وشايف الاجواء هناك يعني سعيد بيها؟ عندك طموح ان انت تطلع على اوروبا ان شاء الله؟ الأجواء عندي كويسة جدا الحمد لله، كل حاجة كويسة، أحسن أماكن كتير في أوروبا، بس أنا لو في فرصة إن أنا أرجع على مكان كويس إن شاء الله أرجع إن شاء الله. يعني لو جينا نقارن ما بين الام ال اس والدوريات الاوروبيه الكبرى، فانت شايف في فرق كبير او يعني الاجواء مختلفه؟ كأجواء وكإمكانيات ما فيش اختلاف من الدوريات الكبيرة، ما فيش اختلاف خالص، إنما كفنيا أكيد طبعا أقل، مثلا توب 5 في أوروبا مثلا إنجلترا ألمانيا إسبانيا صحيح. فرنسا الكلام ده هيبقى أقل منهم، إنما كإمكانيات هو زيه زي الأندية الكبيرة كمان في أوروبا. علي، انت في مشوارك ما تعرضش عليك ترجع مصر من أندية كبيرة تلعب مرة تانية في الدوري المصري؟ اتعرض عليا قبل ما اروح كندا، لما اروح الدوري الامريكي بشكل مباشر برضه عشان ما اكونش كذاب، ما حدش من النادي نفسه كلمني انما كان عن طريق وكلاء، بس انا كنت مضيت يعني بره، وحاليا لسه ان شاء الله الخطوه دي ان شاء الله يعني قدام شويه ان شاء الله يعني ارجع على مصر. يعني انت جواك النيه ان انت ممكن ترجع تلعب في الدوري المصري؟ اكيد ان شاء الله. شايف الفتره اللي جايه مع المنتخب ان شاء الله هتكون عامله ازاي؟ الفتره الجايه مع المنتخب ان شاء الله ان شاء الله تكون
بداية الحمد لله بداية كويسة، إن شاء الله نقدر يعني خلاص نكمل. منتخبنا ضمن التأهل، فاللي جاي يكون لا عامل إن شاء إزاي؟ الله نقدر ناخد بقى من البداية دي، إحنا نتطور فرديا وجماعيا. أكيد برضه في الماتشات الأكبر، الماتشات الأتقل هيبقى فيها شوط مختلف عن الماتشات دي، هيبقى فيها حاجات أحسن، حاجات اتحسنت، حاجات أخطاء اتعدلت، الكلام ده كله الفترة الجاية إن شاء الله. طب انا عايزه بقى اسالك سؤال مختلف تماما. احنا كان في دوشه في الايام اللي فاتت دي وفي الاسابيع او الشهور اللي فاتوا على محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول ليفربول الانجليزي. انا عايز اسالك انت عن قرب بقى معاه في المعسكر، تقول عليه ايه؟ شايفه ازاي؟ نجم كبير. وفرق كمان ايه معاك لما بتبقى ماشي انت لعيب كوره مصري، فالناس بقى عارفين ان انت لاعب كوره مصري وفي المنتخب الوطني كمان بتلعب معاه، الناس بتقول لك ايه؟ لا بص، هو كنت بتكلم مع بعض اللعيبه يعني الصغيرين في المنتخب، وجود محمد صلاح مثلا والنني باعتبارهم ان دول بيلعبوا في اعلى ناديين في المنتخب، فاكيد لازم يفرق مع المنتخب، لان انت عندك اتنين بيتابعهم ناس كتير، صحيح. بالذات محمد صلاح دلوقتي ان هو بقى توب 3 في العالم، ناس كتير هتيجي تتابع المنتخب، فلما تجيب لعيب صغير مثلا زي محمد محمود ولا محمد صادق والناس دي، لما تجيبهم من الاسماعيلي او من دجله يلعبوا في المنتخب في السن الصغير بتاعهم، ده الناس بتتابع المنتخب بصلاح موجود، فهيكون في متابعه اكتر، فرصه ليهم ان شاء الله الانديه الاوروبيه تبص لهم تاخدهم، صحيح يبقى صحيح عندهم فرصه اكبر. فوجودهم نفسه، وجود محمد صلاح وجود ميسي وجود الناس بتاعت الدوري الانجليزي خصوصا لانه اعلى دوري في العالم، معلي طبعا المنتخب عن لما يكونوا مش موجودين، فدي فرصه طبعا كويسه. أكيد. شكرا ليك كابتن علي غزال نجم فانكوفر الكندي ومنتخبنا الوطني الأول، لو قلتنا في كلام في الميديا.